السلام عليكم. احنا اليوم كما كتشوفوا مع آية بشري ملكة جمال المغرب لسنة 2022. كنضرب ليا بوغوصا اختي اختي ان شاء الله انا ويا عمل جديد, وما تنساوش عمل جديد بطولة عماد بشري وكريمه وسط اسمه طاح الكاس طاح الحك وصبغطا. الوغ هاد لي بوست هادي اللي غادي دير ان شاء الله في اليوتيوب كنتمنى تعجب الناس اللي كتكون من 30 حلقة. هاد السلسله ان شاء الله تكون مشاركه آية اي بشري ابطال بجوجكم تو كريم. انا وكريم ابطال زوجين مدابزين ديما الحرب والقتال. طبعا آية البوغوص هاد العالم اللي كنصالحهم اي اللي كتصالحنا ودائما حتى هي معنا في المشاكل. انتظروا الجديد وان شاء الله نتمنوا ان تكونوا عند حسن الظن. هو ماشي مشكل لانني انا ما تنعتبروش واش مشكل وما عندي اي درايه به. انا كجميع الناس شافوا جريده في الانترنت ملوحه فيها تصويرتي مع الشيخات وهو غلط. جو بونس ان الصحفي جاء وزدك التصويره حتى مع الشيخات. الوغ انا ماشي شيخه, هذا غلط لانه دار لي اثر نفسي وضرر نفسي واستغلال الصوره بدون اخذ إذن. والمغاربه كاملين التفتوا لهاد الجريده وشافوا المشكل اللي طاري. الو انا ما غاديش ندخل طبعا كما انا شفت وقلت هذا ماشي من حقه انه يستعمل الصوره ديالي. والحمد لله كل شيء خلينا في يد المحاميه ديالي اللي تنشكرها من هذا المنبر, هي اللي مكلفه بالموضوع وان شاء الله نوصل شي قرار حبي في اقرب وقت. الحدود الان المستجد مازال ما وصلناش القانون او قضاء. لحد الان كنهضروا حبيا كنشوفوا الرد في غضون لهذه الايام المقبله وان شاء الله ما كانش رد او التفاته لهذا المشكل اللي طاري وهذا الغلط اللي طرا اللي هو غلط فادح. وكصحفي نزيه ما خصوش يغلط هذا الغلط, من خصو يجيب اي ارشيف او اي صوره لاي فنان خصو يدير عليها بحث وتقييم ويعرف يعرفوا الصوره اصليه ولا ماشي اصليه. انا مقلد المشاهير وليس بالشيخه, واحترامي لكل الشيخات اللي موجودين في المغرب كنحييهم وتنحبهم, ولكن باش غلط انا غلط ليا غلط في حقي والغلط ماشي ما يدوش بزاف. مخصوش يساعد, مش اي صحفي خصو يدير هادشي, اي صحفي مخصوش يدير هادشي. والعكس كنتمنى ولا كان غلط. المهم حنا كنتسناو الرد رد و نتمنوا المشكل يتحل حبي, يعني ما بغيناش نوصلوا مخصوص القضاء مخصوص نوصلوا شي مشكل. الوغ القضاء ان شاء الله نشوفوا شي حاجه حبيه بيناتنا, لان اي واحد تيغلط وكنقدر الصحافي اللي يمكن يكون غلط او ما بحثش مزيان. طبعا يكون التفات القضاء طبعا اللي هو اللي غادي ياخذ الحق, وكنعرفوا ان الحق القضاء في المغرب جد نازيه وغادي ياخذ لنا ياخذ المجرى ديالو. وان شاء الله طلبت التعويضات لانني تسبوا لي فيها نفسيا ومعنويا, والحاجه شافها المغرب وهذا كيتسمى التشهير واستغلال الصوره بدون اخذ اذن والجريده تباعت. انا مور دار الراجل كنفيق الصباح تلقى الجريده محطوطه في المكتبات مني من الشيخات. الو هذا غلط ما خصوش يدار, وانا كنبقى مقلد وفنان. تصدم صراحه, قلت واقيلا هادو تيضحكوا وما قريتش, ولكن من جبت الجريده لقيت انني هي في الصفحه الرئيسيه كاينه صورتي مع الشيخات, ولكن من بعد من دخلت لقيت الصوره ديالي محطوطه وكيهضروا عليا لانني اسمي خربوشه وتم قطع اللسان ديالي. وانا ما قطعش اللسان ديالي, انا اللسان ديالي مازال دابا ونقدر نزغرت به. الوغ ما عندهمش هذا الحق انهم يغلطوا. وانا ماشي قتلني القائد سليمان وهربت في الغابه وتبعني ومقاتل وتوفيت توفيت الشيخه خربوشه. اولا انا رجل وليس من حقك انك تقول علي انا الشيخه وفي نفس الوقت تقول لي انا خربوشه. هذا خطا فادح فادح. وكما كتبين على الحمدويه ان الشيخه كانت دارت بزاف الحوايج وداروا لي انا مع 200 عام ولا 60 عام باش ماتت. انا الحمد لله مازال في قيد الحياه واسمي عماد بشري مقلد المشاهير وفنان وليس بالشيخه. طبعا الجريده اللي جو بونس الجريده اللي دارت هذا الغلط كنتمنى انها دير شي حل في اقرب وقت. وبالعكس كنقدر الناس يغلطوا وكل شيء تيغلط, وبالعكس كنتسنى شي رده فعل او استجابه لهذا الغلط اللي داروا. وبالعكس عادي مسامح كريم.